مرحبا بكم من جديد معنا في حلقة أخرى بفيديو آخر على قناتكم قناة خنيفي سابيوسي. الموضوع ديال اليوم موضوع غادي يهم بزاف ديال السيدات، غادي نبرد لكم القلب وكذلك غادي ينفعكم بزاف حتى بالنسبة اللي باقات يلا كي مزوجات. ما تعودوش نهائيا نفس الأخطاء اللي ارتكبت أنا شخصيا والتي أؤدي الثمن ديالها غالية وباهظة. كوني هاني أنا غادي نخلص طمعان، الحمد لله شلعة طمينة خلصنا حنينتي. هادشي علاش كنقول لك تبعي معايا الحلقة حتى النهاية، موضوع غادي يهمك وغادي يفيدك وفي نفس الوقت ما غاديش يخليك تضيعي صحتك بالمرة. هي ملي كتكوني نفسك حارة، ملي كتكوني باغا ديري وديري 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 وديري، في حين انك كتعلمي ولادك انهم يتاكلوا عليك. علاش؟ وصافي ها هي غتفيقنا، وصافي وهي غادا تهز هذيك الحاجة، وصافي ديال راه هي غادا تشد الوقت، وصافي ديال الانسان كما تنقولوا كيولي معول عليك في كل شيء. وهاد القضيه حتى بالنسبه للراجل، ماشي بالنسبه للدراري، حتى بالنسبه للراجل اللي لقاك حاره صافي تيخلي لك المسؤوليه ديال الحياه كامله، هزيها ما تهزيها السوق كهذاك، في حين انك انت كتولي كتبدلي المجهود عشرات المرات، ماشي مره كتولي تبدلي عشرات المرات، ندير هادي وندير هادي وندير ندير هادي وندير هادي، الجهد ديالك كيتقادى، كتوصلي لواحد لاج كتلقاي راسك عمرك سالا، كتلقاي السفل ديالك سالا، كتلقاي القليب ديالك اللي تكتكي المكانه سكت الباب على الحجر. وهنا ديال ماشي كتكون غير ملي الدري صغير حكاه هزي لي بدلي ماطي ليه جاكيتو، انا كنقول حتى لختي ماطي ليه جاكيتو ماطي ليه هادي ديالو، ديري ليه كتيبو في شكارتو، ديري ليه. كتولي حتى ملي كيكبر، ملي كيكبر دائما كيبقى متوكل عليك انتيا ومتاكل عليك انتيا، خاصك انتي اللي تفكري في هادي وتفكري في هادي وتفكري في هادي وتفكري في هادي. وتا بالنسبه للبنت نفس الامر، تتولي متابعه، كتولي حتى هي خاصك انت اللي خاصك تفكري الدماغ ديال غدا، وخاصك معلقه الكوتي، وخاصك قرعه ديال الماء، نورمالمون انت اللي غاديه تاكلي داك الكوتي، دونك المعلقه راك انت اوتوماتيكمون اللي خاصك تفكريها، ماشي انا اللي غادي نتفكر لك معلقتك، ماشي انا اللي غادي نتفكر لك. لا وعندك سبوره خاصك تشربي الماء، تبارك الله وسط عمري ملي كتوصلي 8 سنين 9 سنين راك وليتي مرا، وليتي كتفهمي وليتي كتعرفي بزاف الاشياء. انا خص وليداتنا اننا نعلموهم من صغرهم يعتمدوا على الحاجه، مشيتي بلا قرعه الماء بقاي بلا العطش، سالينا ما نمشيش حتى للطريق نص الطريق ماما خاصني قرعة الماء، نسيتها او نسيتي عندك القرع، نسيتي عندك البابر غارقين خاصك تفكيهم، عندك خرايتك القوطي ديالك حوايجك اللي غتمشي بهم، ثلاثه ديال الاشياء. وهاد الميساج تنبعثو حتى بالنسبه للدراري اللي كيتابعوني في القناه، المتتبعين الصغار ديال القناه، عندكم مسؤوليه نتوما، والديكم راه عندهم مسؤوليه ديال الحياه وديال طرف الخبز باش غادي يجيبوه ليكم، وديال باش غادي يوصلوكم ويديوكم ويجيبوكم ويردو ليكم البال ويحذيوكم ويديروا مجهود في التربيه ديالكم، راه ماشي تخلقوا كآلة باش غادي يزيدو يهزوكم حتى نتوما يديروا الدور ديالكم في الحياه، وانتوما تقابلوا غير لي طابليت، تقابلوا التليفون، تقابلوا التلفازه، لي لوازيغ، نلعبوا هنا، نخرجوا هنا، ندوروا هنايا، اها. وهذيك المسؤوليه اللي تابعاكم في الحياه ديال سنوات بل سيقوم بها معقة. انا غير بغيت نفهم واش الناس ديال بكري كانوا كيضربوا كيلومترات على رجليهم باش كيوصل للمدرسة، ويا ربي يخليو هذيك البنت تقرا ولا هذاك الولد يقرا. علاش؟ لأنه كيوصل واحد لاج كيقول لي لا خرج عاوني في الأرض وعاوني في الفلاحة وعاوني في هذا ديال الحياة بزاف قاصحة عليا. وسبحان الله العلي العظيم كانوا كيتمناو غير باش غادي يوصل ديك المدرسة، وكانوا ويجي من المدرسة ويمشي يسقي ويجي ويسرح البهيم ويجي ويمشي يتسخر السوق ديال غادي غير في كرويلة. ومع ذلك ما شاء الله كان كما تنقولوا مستوى بعدا اللي طالع بالنسبه للاخلاق، بالنسبه للمعامله، بالنسبه احترام الجار، بالنسبه للامور اللي كيف ما تنقولوا في الحياه العائليه واليوميه والاجتماعيه، ولا دوا مع با يحضر راسو. دابا كاينين لي ترونسبور، كاينين طوموبيلات، كاين طاكسي حمر، كاين المدرسه عند الباب، ومع ذلك بنادم هارده معاه غا باش ينوض، بنادم مهرده معايا وانود راه الوقت ديال المدرسه، وانود راه الوقت ديالك ديال السبور، وانود راه خاصك الوقت الامتحانات تجمع راسك، وانودي راه الصباح هادي راه وصلت 8 الا ربع وحنا مازال باقيين هنايا، راه مازال باقا تابعه وتابعه. يعني هذيك المسؤوليه كامله، يعني هذيك المسؤوليه كامله كتلاح على الام، كتهز الام الام وتيولي خاصها 10 جنون فيها باش هذا تلبسيه وهذا تفكريه وهذا تعطيه وهذا تزيري في الوقت ديال القرايه باش ما يجيبش نوقات نازلين.
وتيطلبوا منك انك لا خصك تكوني ضحكه مبتسمة، لا خصك تكوني فرحانه. راه فرق ما بين ام اللي كتصبح ناعسه ومرتاحه وما بين ام اللي كتصبح محاربه مع الحياه ومحاربه مع المسؤوليات ومحاربه مع طرقان ومحاربه مع ولادها ومحاربه مع شي طامع ليها في رزقها باغي يعيش بصحه باغي يدير مستقبله. راه والله العظيم تيقدروا عليها تماره بالمعقول باش كنصوروها واخا في اليوطايب. راه حنا كنعرقوا راه اعصابنا كيوليو يلعبوا باش كنصوروا ديك جوج فرانك ديال اليوطايب، راه ما كنجيبوها سهله. راه حنا عندنا مسؤوليات اللي لا يعلمها الا الله عز وجل. واخا تشوفوني راني واقفه هكا وتشوفوني مرأة قوية مرأة قوية مرأة قوية، واحد الوقت راه كتولي بحال الجبل كتولي كتفرتت. شتي هذيك المرأة اللي عندك قوية راه واحد الوقت راه كتلقاها برطتيها برمتي برطتيها بحال شي قلم الرصاص بقيتي تبرط تبرط فيها واحد الوقت كيتهرس. هذا هو مثال بالنسبة للإنسان اللي تيكون قوي راه تتحملو فوت الطاقة ديالو فوت الطاقة ديالو. لا في العائلة لا هو سهام دائما قوية قادة براسها كابابل في الدار كذا هو مثال بالنسبه لولادي. وا ماما غادي تجيب لينا ماما خصها تفكرنا ماما خصها بحال دابا مع صباح انا خارجه شهره زاد غادي قلت لها خذي تفاحه قالت لي قسماليه باش نهرب من داك التقسيم ديال التفاح وطاطات غادي حقا ماماك حالت ما كليتهاش ما هذا. قلت لها عرفتي اش غادي ديري دي سلو ملي غادي بسلو عوض انك تضربي في دماغك وتهزي المعلقه باش غادي تاكلي سلو لا تخرجني عند الباب وغاديين اصلا عند امتحان عاد ماما نسيت المعلقه وراجعي حلي وطلعي في الدروج وفكري في المعلقه. علاش لي ما تفكرتيش المعلقه ملي اون فوا بواط هنا فين كتلعب شده الملاحظه هنا ديال المعلقه شفتي سلو غادي اوتوماتيكمون غادي تكون معلقه سرك انا كتمشي بلا معلقه باش مره اخرى تعلمي اشنو خصك دي معاك. انا قلت لك انا خطا ارتكبته في حياتي واؤدي الثمن ديالو قليل جدا 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 هي انني خليت انا زيت الدق على ولادي خليت خصني ندير هادي ندير هادي صافي ولفوها فيا. راه كتهضر راه كدوي ومعصبه وكتغوت هذا راه خليها صافي هي غادا دير وغادي تبرد وغادا ترد كلشي غادا ديرو هي كلشي غادا ديرو هي. كلينه بيضه خصنا نخليو الطبسيل محطوط نتسناو حتى تدوز الخدامه هي اللي تجمع من ورانا ماشي ام. انا بعدا ولادي شخصيا خاصهم خدامه والله العلي العظيم ما كاينش ديال ناكلو البيضه نهز الطبسيل لبلاصتو نغسلو هنا واش الا غسلنا واحد الطبسيل وحطيناه في الشبكه وشللنا هذيك الحبيله وعلقنا هذيك الحبيله تنشف واش هادشي كينقص من الذكوره ولا من الرجوله؟ ابدا. باش مره اخرى ملي بغيتي طبسيل غتلقاه اما تجي وغير كول وحط ورا لما غادا تجي راه كتلقاه يسربوب ديال الموعن ولا مجموع كتلقاي راسك خاصك نهار غف. سمحوا لي والله الا يدي ضراتني بالتليفون نهار خاصك غير باش غادي تجمعي هذوك المعن. وهذا الشيء راه تينطبق حتى على بالنسبه ملي كتكوني في العائله قاده قاده عرفتي شنو كيديروا كلشي كيتراجع اللور كلشي كيتسخر اللور. وكاينه سهام تقضي وكاينه سهام هي اللي تهز الدق وكاينه سهام مالها انت راكي هازه فوق جهد جهد جهدك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا كنصح الناس والبنات اللي يلاه كمزوجات ما تخليوش المسؤولية تهزوها نتوما، ما تخليوش ولادكم اتكاليين عليكم، ما تخليوش الدق ينزل عليكم نتوما. كل واحد ما تخلق فوق هذه الأرض إلا يتحمل المسؤولية ديالو، ولو داك الدري ديال عامين ثلاث سنين أربع سنين خصو ينوض يقلب على حوايجو حوايجك جبتيهم هما سخين راه كما شين وما شاء الله عليهم، كتلقاي الدري ديال ربع سنين يحنتك ديال القميجة مسخة تحل. تحط في الماكينه اللي حنا يحطها لك وسط الحوايج تولي تلعبي صحيح خطا ها فيها العرق هادي وعلى الاقل وحيد غير حوايجك حطهم في الماكينه مباشره. هذيك الام تجي تدور ديك الماكينه وهذوك الحوايج اللي نشرتيهم راه ما غاديش يتحيد لك يدو لرجل راك غادي تلبسهم غتا راه تلبسهم التعاون واحد شويه في البيت لان راه المراه راه كيتقاد عليها الجد كتوصل ل 40 عام كتلقى راسها البدري فابل سكت الباب على الحجر من على جميع الجهات كتولات مقلي بعينيها. سمحوا لي يا خويطي ضلوا فرحت الله يوم مبارك سعيد الى اللقاء. وسلموا لي على سعيد اخويتي سلموا لي على سعيد تحيه كبيره سي سعيد اللي كان مرتب لي الدار نزال باقي.